سلام احبائي، كديرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبالصحه وبالسلامه يا رب. فحبيت نشارك معكم الفيديو ديال رحلتي الى المغرب بعد غياب طويل شهرين. انا كنعتبرها غياب طويل، فحبيت نمشي نزور بلادي اخيرا، نطلع على بلادي وعلى اهلي وعائلتي. بالنسبه لي اي واحد في المغرب فهم اهلي، لانه كنشموا فيهم ريحه المغرب، ريحه تراب المغرب، ريحه المغرب سبيسيال صراحه. فاش كنمشي وراها بالنسبه لينا راه مضاد الاكتئاب، هرمون السعاده تيطلع. اي حاجه اللي كتربط الواحد ببلادو فهي كتحيد ليه القلق، كتحيد ليه شويه الطيب، كيتفاجئ شويه، كيبدل الاجواء. فضروري يطول الغيبه على اي بالنسبه لاي واحد باش يزور بلادو. مشيت الحمد لله، خديت الطائره، الخطوط الجويه ترانزافيا، سافرنا الحمد لله، دات كل شيء بخير وعلى خير. هنا وصلت لبلدي الحبيبه، احنا في لندن، كل شيء داز بخير. اون بليس دو سا فتحنا في ان بيلوت لي شويه سبيسيال ناشط، الحمد لله كل شيء داز بخير. الجو غزال في المغرب صراحه مقارنه مع خلينا واحد الفرق كثير بزاف بزاف. كاين شويه البرد في المغرب ولكن ماشي بزاف، الاجواء زوينه. وضروري باش نستمتع في المغرب ضروري حبيت نمشي الامسيه المغربيه بامتياز باش نشم فيها جميع روائح المغرب وتراث المغرب. فما أروع صراحة روائح المغرب وأكل المغرب وناس المغرب. فدرنا سهرة مغربية 100% باش نتكونتاكتو بسرعة مع أي حاجة اللي هي مغربية. خدينا بوفي مغربي، شاركنا كل شي، درنا كل شي في أجواء مغربية، ناس ضريفين، ناس لطاف. فانتم كتشوفوا الأجواء كيفاش دايرة، الحمد لله كانت امسيه لحيدات عليا صراحه. قنط الدم لانني كنت في اشتياق كبير للمغرب. الحمد لله داز كل شيء زوين، اجواء غزاله، اكل طيب غزال. كنشوف الاجواء كي دايرين بخصوص هاد الجوج واحد تاهما سبيسيو. استمتعنا صراحه بالاكل المغربي، وانا اللي انسيستي باش ناكل اكل مغربي في اول نهار. وضروري طبعا من الكسكس، من الطبق الملكي المغربي بامتياز بالنسبه لي اللي هو طبق الكسكس. فالحمد لله كلينا واستمتعنا، وداكشي كنعاود نقولها مغربي بامي، حتى الديكور، حتى الاجواء، حتى البلاصة كلها دايرين فيها كل شيء مغربي 100%. وهنا كملنا السهرة الحمد لله، وخرجنا مش نظرنا باش نشمو ريحة مدينة ديالي اللي هي مدينة كازا. وهنا كما قلت لكم خرجنا نشوفو الجو في كازا، نشمو ريحة البحر، نشمو ريحة التراب ديال كازا. كازا او المغرب، المهم راه المغرب هذا الجو روعة، كاين واحد لافخيشوغ غزالة، مكينش البرد بزاف، الجو كالم. فصراحة اروع اروع المغرب، اروع اجواء المغرب. لا يحرم شي واحد ببلادو.
تحول الغيبة على أي مغترب. الله يسهل كل مغترب يجي يشوف بلاد متمة بغاب بصحة وبسلامة إن شاء الله، وما تطوش الغيبة لأنها تذكر الكونتاكت اللي كان جيو مرة مرة نشوفو البلاد. فكي هو علينا الغربة وكي هو علينا البعد، وتيرفع لنا صراحة هرمون السعادة وتعطينا واحد طاقة جديدة باش أننا نواصلو، باش أننا نعطيو، باش أننا نقدرو نستمرو في أجواء الغربة. إذا كان هذا هو الفيديو ديال زيارة بلدي الحبيب المغرب، أتمنى تكونوا استمتعتوا معايا كذلك، ونتمنى اللي في الغربة نكون شاركت معهم أجواء مغربية 100%، وهونت عليهم واحد شوية وشافوا أو شموا واحد شوية ريحة بلادهم. أمسية سعيدة.